بمناسبة عيد الميلاد 12 لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، نظمت جمعية المد الأزرق بطنجة النسخة الثانية لدورها السنوي لكرة القدم الصغار، النسخة التي عرفت مشاركة مجموعة من الجمعيات الرياضية كالمغرب التطواني، اتحاد طنجة، نهضة طنجة وجمعية القصر الصغير لكرة القدم. والمناسبة كانت فرصة لصقل مواهب مجموعة من اللاعبين الصغار واكتشاف تجربتهم في المنافسة. دوري ديال مولاي الحسن في النسخة ديالو الثانية اليوم كنكملوه بمشاركة ديال 7 ديال الفرق زائد الفريق ديال الجمعية. الحمد لله هاد السنة هادي طور الدوري بمشاركة ديال فرق وطنية فحال المغرب التطواني، اتحاد طنجة، اولمبيك قصري، رجاء العرائش، فرق اللي هي جهوية وعندها اسم ديالها في المنطقة اللي عطات لاعبين. الهدف من هاد الشيء هذا كان شنو هو؟ حنايا هو ديك الطفل انه هو كتحببه في الرياضة، انه هو ديك المواطنه، ديك التعلق ديالو بالعرش العلوي، ان هذا واحد ذكرى غاليه على جميع المغاربه، ذكرى ديال ميلاد صاحب سمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن، اللي بهذه المناسبه كنوجه له التبريك والاسره العلويه المجيده ولجميع الشعب المغربي بهذه الذكرى. كنشكر الاخوان ديال جمعيه المد الازرق على النسخه الثانيه، لأن النسخة الثانية كانت أفضل من النسخة الأولى. بالنسبة للنسخة الثانية الآن هي كتجري وهي في أعلى مستوى وفي أحسن تنظيم، والحمد لله وكرم الضيافة داك الشيء ما عندنا ما نقولوا فيه، ويعني وداك الشيء كان في غاية المسؤولية. كنت كنتمنى أن نشوف الحلة أكثر، يعني الملعب مملوء عن آخره، لأن هذا الاحتفال هذا خصو يتكرر أكثر. هذه النسخة عرفت تتويج فريق جمعية القصر الصغير بعد تفوقه بضربة الجزاء على فريق المغرب التطواني في مباراة عرفت مستوى تقني مرتفع وروح رياضية بين الفريقين.